هو صارت الضجة لمحالة، لكن هي الضجة أخذت أكثر من حجمها. أنا من اللي أول ظهور عندي في 2009 في مسلسل نجوم الليل مع قناة حنا بعل، خذيت عهد على روحي بعد ما جربت الدراما وجربت التلفزة أني نكون موجود وين يتواجد فما مشروع، المشروع الدرامي. علاش؟ على خاطر نقدر ياسر المهنة ونحب المهنة هذه، والمهنة هذه عندها قواعد. بعد تجربة التاسعة في قناة شورب خذيت قرار بعد نهاية الجزء الأول من شورب، مش في أول السيزون، اللي لن أعيد شورب اثنين. بعد المسلسل ديريكتومون؟ بعد ما كمل المسلسل. وبعد النجاح هذاك؟ بعد كمل المسلسل والنجاح، على خاطر نجح شورب لكن لم ينجح المشروع عندي أنا، ما كانش فيه مشروع. فالناس كل القراب يعرفوا اللي أنا خذيت عهد اللي لن أكون متواجد في شورب اثنين. لكن معز وقتها قلت كلامي آخر، قلت اللي المسلسل نجح وأنا نخاف نبدأ من جديد في عمل نجح، كان كلام باش تغطي به يمكن على خروجك، ولا للخروج بطريقة فيها برشا حرفية؟ لا، الكلام هذاك صحيح، على خاطر زادة أنا من الناس اللي تخاف من النجاح. وبوغ فير ان با اون افون الفو فير دي با اون اريير، هذه قاعدة نعيش بها في حياتي. خاطر انك تنجح سهل برشا، انك تداوم وتقعد موجود هو الصعيب. فالنجاح يغلط ويخليني حمل مسؤولية اللي انا عندي حاجة ديما نحاسب روحي برشا، هل انا قادر على تجاوز هذه الشخصية ولا النجاح متاع المسلسل. لكن فما ظروف اخرى، واحترام لقناة التاسعة وكل العاملين فيها، وكانت وقتها المعمعة متاع الاعلانات والديكلاراسيون والشهادات وبداية الموسم الرمضاني وكذا. فأنا قلت لك نحترم المهنة، كانت الإجابات على قدر السؤال اللي توجهه.